السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن تكلفة البناء للبيت. المساحة مالت 100 متر، المساحة مالت البيت 100 متر، الواتية 5 والنزال 20. هذا البيت موجود بمحافظة كربلاء، يعني أسعار البناء من محافظة المحافظة تختلف بالنسبة لأسعار محافظة كربلاء وتكلفة هذا البيت بالذات. بنينا الهيكل مالته الطابق الأول 16 مليون، وكملنا هيكل طابقين ب 29 إلى 28 مليون تقريبا. الهيكل الطابقين من 28 إلى 29 مليون. وبعد ما عرفنا سعر الهيكل، خلينا نرجع لأمور البقية. اشتغلنا متر و20 للصالة والاستقبال، سيراميك متر و20. الأرضية اشتغلناها كاشي، بالنسبة للدرج اشتغلناها مرمر، والمطبخ والصحيات اشتغلناها السيراميك الهندي من شركة أيتاكا، سعر المتر 14,000 دينار، أما الكاشي سعر المتر 12,000. البايات ما اعرف بالتحديد ايش قد سعر المتر مالتهن، ايش قد سعر البايه العفو. المهم بهاي المواصفات البناء، بهذه المواصفات راح نعطيكم السعر النهائي للبيت، يعني السعر التكلفة البناء من البدايه حد النهايه، ومن ضمنهن الكاونتر. طبعا صارت علينا التكلفه النهائيه لهذا البيت، التكلفه الكليه 65 الى 66 مليون، يعني من 65 مليون الى 66 من الاساس حد التشطيب، من اول شيء اول طابوقه ندقت بالبيت لحد التشطيب لحد هاي المرحله، من 65 مليون الى 66 مليون. هسه عرفنا تكلفه البناء، طبعا هذه الارقام مالتنا للتواصل بخصوص العمل. وهنا بنهايه الفيديو اللي اتمنى منكم تسوي لنا لايك ومتابعه دعم وتشجيع على مود نستمر بالنشر.